تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو إعلان الفنان الكوميدي الكبير محمد هنيدي عن فخره وسعادته بعد أن نال شرف الحصول على الجنسية السعودية. وطبعا شكر الفنان السعودي محمد هنيدي القيادة الرشيدة على تقديرها وتكريمها له ومسيرته الفنية. يعني ألف مبروك للفنان هنيدي على هذه الشرف وهذا الشيء الجميل اللي هو حصل عليه من آخر فنة، بالأخير صار سعودي، وش أحلى من كذا؟ حظه أكيد الفنان السعودي اليوم نقول محمد هنيدي هو فنان محظوظ أكيد اليوم بجنسية السعودية، يعني جنسية الفخر والعطاء. ألف مبروك مرة ثانية حصول على الجنسية.